السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أحد المؤثرات اللي موجودة في برنامج اليومن وهيعجبكم أوي إن شاء الله، اللي هو موضوع الفيسنج. خلينا أدخل على الموفينج وأقول له إن أنا عايز أضيف إفكت اللي هو الأنيميت فيسز، وأقول له إن أنا عايز أختار إيديت، وأقول له أنا لسه كده ما عنديش ولا أوبجكت. أقول له إن أنا في أوبجكت عايز أضيفه، وليكن مثلا الشجرة ديت، أقول له إن عايز نترول لها أهوت، وأقول له أوكي. طيب الشجرة دي هنا أقول له بوب إن يعني تبدأ تنمو، وأقدر أقول له الستارت بتاعها يعني بس تبدأ عند السنة دي. خلي بالك البشرة تتحرك هنا، هتقعد قد إيه؟ طيب خلينا نبص عليها كده، هتبدأ الشجرة تظهر معانا. طيب ممكن ديوريشن تديها فترة أطول، والإند ممكن تتحكم فيها مثلا إن هي بوب أوت، إنها تطلع وبعد كده تختفي. طيب ممكن نضيف فيس كمان أهوت، الفيس دي لسه مفيهاش أي أيتم، أقول له أوبجكت وأقول له مثلا إن أنا عايز أختار الحاجات في الإندور. أهو اخترت الكرسيين دول. طيب الكرسيين دول المفروض ان هما مش هامه ان هما ممكن ينزلوا مثلا سكاي دروب اهو، فنجيبها كده بالشكل دوت فينزلوا. طب انا عايزهم ينزلوا فترة طويلة شوية، بالشكل دوت وهكذا. فتقدر تتحكم في الخصائص بتاعتهم، الديستنس قد ايه، ممكن نقول لهم لا بلاش السكاي دروب، ممكن جراوند رايس يطلعوا من تحت الارض. طبعا دي مش مناسبة للكراسي بس ممكن تنفع مثلا مع صخور او حاجات زي كده. ونفس الكلام ده ممكن تختار المبنى مثلا من المباني، عندنا اختيار ديليت فيس لو انت عايز تلغي اي فيس فيهم. ممكن بقى تختار مثلا اي حاجة من الحاجات ديت انت تتحكم فيها. طبعا كل جزء من دول بيخليك تتعلم على حاجات معينة. لو في اشخاص تقدر تخليه مثلا ينزل من فوق او حاجة زي كده. دي حاجات طبيعية. ممكن هنا بقى تبدأ تختار مثلا ممكن مثلا مجموعة أشجار تروح مختار لهم إن هما يظهروا معاك، مثلا ديت وديت وديت. تعمل لهم بقى مؤثر بحيث إن هما يبدأوا يظهروا.